السلام عليكم، وياكم محمد من قناة إيراكي تيك. فيديو اليوم عن هاتف الام 21 من سامسونج. إذا حاب تعرف التفاصيل خليك بالفيديو. أهلا بكم مرة ثانية. بالنسبة لموعد الإعلان عن هذا الهاتف فراح يكون باشر لي، هو يوم 16/3. بداية بتصميم الهاتف، الهاتف يجي بتصميم من البلاستيك مع حواف من البلاستيك أيضا، ويجي بوزن 188 جرام وبسماكة 8.9 مليمتر، والهاتف يجي بشاشة بحجم 6.4 انش من نوع سوبر أمولد وبدقة الفول اتش دي بلس، ونسبة استحواذ الشاشة هي 84.2% من واجهة الهاتف، والشاشة تجي بأبعاد 19.5 إلى 9 وبكثافة بكسلات 403 بكسل في الانجل الواحد. ننتقل إلى نظام التشغيل والمعالج. الهاتف يجي بأندرويد 10 مع واجهة سامسونج ال1 UI2، ويجي بمعالج من نوع أكسينوس 9611 مصنع بتقنية 10 نانومتر مع معالج رسوم من نوع مالي جي 72 MP3. ننتقل للرام وسعر التخزين. الهاتف يجي برام 4 جيجا بايت و6 جيجا بايت، وسعة تخزين 64 جيجا بايت و128 جيجا بايت، مع إمكانية إضافة كرت الذاكرة الخارجي حتى 512 جيجا بايت. ننتقل للكاميرات. الهاتف يجي بكاميرا خلفية ثلاثية رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة 2.0، كاميرا ثانية ألترا وايد بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة 2.2، كاميرا ثالثة مخصصة للعزل بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة 2.2، والكاميرا الأمامية لهذا الهاتف تجي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة 2.0. بالنسبة للحماية، الهاتف راح يجي بخاصية التعرف على الوجه والفيس اي دي، وايضا البصمة اللي راح تكون موجودة على ظهر الهاتف، والهاتف راح يدعم منفذ السماعات 3.5 ملم. ننتقل للبطارية. الهاتف يجي بطارية بحجم 6000 ملي امبير تدعم شحن سريع من خلال منفذ الشاحن من نوع اليو اس بي سي وبقدرة 15 واط. الهاتف راح يجي بثلاث الوان، واللي هي الأسود والأزرق والأبيض. بالنسبة لسعر الهاتف فماكو أي سعر مؤكد للهاتف، ولكن المتوقع أن ينزل بسعر 148 دولار، واللي تساوي 179 ألف دينار عراقي. إلى هنا يكون انتهى الفيديو، أتمنى عجبكم، وإذا عجبكم فلا تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى نوصل 1000 مشترك بأقرب وقت. أشوفكم بالفيديو الجاي، في أمان الله.